كدكتور تعتقد البعث لم يعد إلا بقايا؟ يعني ماذا مش ظل من البعث حتى ممكن أن نحذر منه؟ يعني وما طلعت بتصدام بالتلفزيون حكموها 7 سنين شتمتهم وقالت أنا راجعة خافوا من مرة زوجها مقتول أهلها مقتولين أبوها مقتول وخافوا من مرة على رغد قصدك على رغد أي خافوا من مرة فحكموها بال7 سنين عيب لك هذا عشي عيب والله عيب ولا بتقاليدنا أن يصير هالشي هذا تعرف أنا أحكي لك أنا أعرف منه الهزم بس أنت تخففها دكتور أبوها مقتول ورجلها مقتول احنا يعني أرملة لكن أبوها رئيس ما يخالف رئيس قائد أدمه ما يخالف كرئيس بس مقتول انقتل صدام من عدم أي ورجلها حسين كامل ذبحها صدام هاي هي فهاي رجلها عدها رجال ولا عدها أب انتهوا اثنينهم معدومين فما تخوف يعني ما تخوف يعني بعدين احنا أثرنا عليهم في وقت قوة الصدام مثلنا عليهم ورا ما ضعف صدام أنا من الناس أنا تحديتهم وتحديت الصدام هو وعدل هو ورئيس نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وطلعت من العراق بس يا أخي هذا كلام يعني ما يجوز لا يجوز إحنا نسكت على هذا الأمور والله نخاف من خيال بعث اسمه بعث خلص انتهى حزب البعث بس البعثين ما ينتهون كناس شباب الطبقة الوسطى من المتعلمة بالبلد ما ينتهون ذولا ما يروحون لكن قد يرد عليك قائل هذا هو التاريخ أخذوا استحقاقاتهم وأخذوا مرحلتهم وانتهت كما ستنتهي هذه المرحلة تحولوا لجزء من الماضي أي ما يخالف يعني جزء من الماضي بس أنت إذا كلت حول الماضي تطلع بدون حاضر والله الماضي هم لازم تدخله بحساباتك يعني تدري يعني أعرف جاني مرة رئيس الأركان العراقية ما اسمه ما راح أجيب اسمه هسه من ده صارت مع داعش قلت له أنتوا ما تقدروا لهم داعش أنتوا بعثيت خاف تقول أنا بعثي شنت قال لي والله إحنا بعثين ونص قلت له بعثين بالمفهوم القديم بالمفهوم القديم انتم قدام الناس تقولون احنا مو بعثين انتم كلكم سجلتوا بحزب البعث ماكو عسكري طلع بالعراق مستوى عالي اذا مو كان بعثي فليش انتم تنكرون واقعكم هسه احنا مو اني هاي المشكله تعرف حضرتك هذا كيان بدا يعني الحكومة بقت هي زايدة والاجتثاث قطعوا الرواتب قطعوا المخصصات دفعوهم إلى زاوية ماكو حماية له فهذا طبعا راح يصير ردة فعل مساوية بالاتجاه معاكسة بالاتجاه بس مساوية بالقوة ما يجوز هذا الكلام يعني مو صحيح هذا الكلام تلزم هنا تلزم تتوشى بالدول العربية تلقي كانوا قادة بالعراق بعثين والطبقة المتعلمة هي كلها منهم تدري حضرتك يعني الكليات صارت مقفلة لهم العسكرية مقفلة لهم الخارجية مقفلة لهم العلوم والإعلام مقفلة لهم يعني تربوا 35 سنة حكموا قدروا يوصلوها إلى أنه هم الحزب الوحيد والحاكم تعتقدهم نجحوا؟ لا ما نجحوا طبعا ما نجحوا ما نجحوا لا ما نجحوا